ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس عمر مرابط، نائب رئيس عمدة باريس السابق، نائب عمدة باريس السابق. سيد عمر، أهلا وسهلا بحضرتك. هل تبدو المشاعر الكردية في هذه الآونة منفصلة عن مشاعر الأقليات أو المنحدرين من أصول غير فرنسية، ولا المشاعر واحدة تقريبا وإحساس المظلومية واحد؟ أولا شكرا على الاستضافة. الحقيقة هو أن ما وقع هي عملية عنصرية مقيتة، ونحن نعرف بأن اليمين المتطرف في فرنسا وفي أوروبا ازداد قوة، بل يمكن أن أقول بأن اليمينية وأن الاتجاهات اليمينية بدأنا نراها حتى في كل انتخابات سياسية. مرت يعني انتخابات الرئاسي أخيرا في فرنسا والتشريعية، ورأينا كيف وصل المتطرفون إلى الدور الثاني. بل أكثر من ذلك، يمكن أن أقول بأن الحزب الجمهوري الفرنسي، وهو الذي حكم فرنسا وأعطى الكثير من الرؤساء، منهم جاك شيراك وساركوزي، وهو وريث ديغوليا هنا في فرنسا، الآن قوص على رئيس متطرف إريكسيس معروف بتوجهاته المعادية للمهاجرين، خاصة إذا كان هؤلاء المهاجرون إذا كانوا مسلمين. يمكن أن نقول من الذي قاد هذا التحول في المجتمع الفرنسي سيد مرابط؟ لأنك تشير ليس فقط إلى اتجاه للتصويت لأقصى اليمين، وإنما حتى يمين الوسط أو التيار الديجولي أصبح الآن أكثر جنوحا صوب اليمين المتطرف. هذا انعكاس لما يجري في المجتمع، أليس كذلك؟ هو وجنوح لما يقع في المجتمع. ثم هناك حملة إعلامية تقودها بعض القنوات الفرنسية المعروفة، والتي تؤكد على المهاجرين وعلى همجيتهم وعلى عدم انخراطهم داخل المجتمع الفرنسي. أعتقد بأنه خاصة في فرنسا، فرنسا تريد من مهاجريها ليس الاندماج فقط، ولكن الذوبان. لو استطاعت أن تغير ألوانهم وألسنتهم لا فعلت ذلك، لأنها لا تريد لهم اندماج. نحن مندمجون. أنا شخصيا كنت نائب عمدة في مدينة جنوب باريس، وكوني نائب عمدة كنت بعض أحيان أستقبل بعض الفرنسيين ذوي الأصول الفرنسية، يعني من ليزوتون، وكان البعض يقول لي كيف أنت هنا في هذا المنصب ونحن الفرنسيين نأتي لنستجديك أو نصب منك. يعني الفرنسيون يريدون من المهاجرين أن يأتوا، يريدون أن يفرضوا عليهم ثقافتهم، ونحن رأينا كيف الغرب يحاول أن يفرض ثقافته، ويقول بأن هي الثقافة التي على كل المهاجرين أن يقبلوها أحبوا أم كرهوا. لن أتكلم عن القيم. القيم هذا مشكل آخر وكبير جدا، يعني حتى أن المسلم لا يمكن له أن يرفع قيمه ولا أن يتحدث عنها ولا أن يظهرها، بل أن هناك قوانين تفرض عليك أن تقبل بأشياء لا يمكن أن تقبل بها أي ديانة. يعني لا نتحدث عن الإسلام، ولكن يمكن أن نقول بأن لا الإسلام ولا اليهودية ولا تقبل بأشياء. نعم، معظم الضيوف على القاهرة الإخبارية، وحتى أن مراسل القاهرة الإخبارية كان قد ذكر لنا أنه إذا كان تم الاعتراف أو تم ذكر بأن هذه العملية هي عملية إرهابية وليست بدفع عنصري، كان من الممكن أن تأخذ الأحداث مسارا آخر. إلى أي درجة ترى هذا الأمر صحيح؟ هذا صحيح جدا. أنا شخصيا عملت تويت امبارح لما كتب وزير الداخلية الفرنسي وقال بأنه عملية إطلاق نار، وأجبته في تويتر، وتويتر موجود، يعني التغريدة موجودة، وقلت له السيد وزير يجب أن تتحدث عن عملية إرهابية. وهذا هو الإشكال، وأنه لما يكون القاتل مسلما أو ينتمي إلى إفريقيا أو إلى دولة عربية، فقبل التحري نتحدث عن عملية إرهابية وعن المهاجرين. وعندما يكون القاتل، يعني حتى صورة القاتل، هل لاحظتم بأن صورته لم تظهر؟ يعني أنهم أخفوا وجهه حتى لا يظهر بأنه ينتمي إلى أوروبا وأنه
وقال وزير الداخلية الفرنسي أنه من الواضح أيضا أن المشتبه به كان يستهدف الأجانب، وأنه تصرف بشكل فردي لم يكن مرتبطا بشكل رسمي بأي حركة يمينية متطرفة أو غيرها من الحركات المتطرفة. يعني هو ينتمي، سامحني على المقاطعة، هو ينتمي إلى فكر، وهذا الفكر هذا الفكر العنصر المقيت هو الذي نفسه نفس الفكر المتطرف الإسلامي يعني. وبالتالي لا يمكن، أنا أرفض أن لا نقول بأنها عملية فردية عنصرية، لا، إنها عملية سياسية، لأن هذا شخص يرفض. وهذا يعني يجعلني أسأل حضرتك، كيف ترى تعامل الداخلية أيضا والتصريحات الفرنسية مع منفذ الهجوم؟ نعم، يعني لو كانت تصريحات وزير الداخلية ولو كانت تصريح الرئيس ماكرون، بالمناسبة أنا أنتمي لحزب الرئيس ماكرون، لكنني أرفض أن أدوب وأن أذوب شخصيتي داخل حزب الفرنسي، أنا أعتبر نفسي فرنسيا، لكن بثقافتي وحضوري والذي وقع هو أن الفرنسيين عندما تحدثوا وعندما يتحدثون الآن وأنا أشاهد التلفزة الفرنسية وكأن شيئا لم يقع. لو كان القتيل أو لو كان المقتول من فرنسيين والقاتل مسلم لطالبوا بمظاهرات ضد الإرهاب وضد الإسلام وضد المسلمين وضد المهاجرين. الآن ما حدث دليل على أن هناك التعامل بمكيالين، وهذا الذي أضغب الأكراد. من المؤسف أن يقع ما يقع من أحداث وشغب، لأن هذا يظهر أيضا لأن المهاجرين عندما يتظاهرون لا يفعلون ذلك بالشكل الحضاري المطلوب. لكن يمكن أن أقول، وأنا رأيت ذلك مثلا حتى مؤخرا عندما انتصر منتخب المغرب وخرجنا نتظاهر فرحا، كان هناك جزء من الشرطة الذين يستفزون المتظاهرين لكي يضربهم من بعد ذلك، وهذا ما يقع أيضا. يعني نعم سيد عمر، حضرتك تحدثت عن طبيعة القاتل أو منفذ هذه العمليات حسب جنسيته، يبدو من حديثك وحسب عرقه يتم اتخاذ الإجراءات حتى في تسليط الضوء الإعلامي على هذه الجريمة أو الاعتراف بأنها إرهابية أو غير إرهابية. وفقا للمعطيات التي أمامنا وما تتحدث عنه حضرتك الآن من خلفيات عن جنسية القاتل أو منفذ هذه العمليات، ما الذي من الممكن أن يفعله إيمانويل ماكرون في هذه الحالة لاسترضاء هذه الجالية؟ هل يتوقف الأمر فقط عند التصريحات ولقاء مسؤول الجالية؟ أشوف هو أولا ليس هناك الجاليات الأجنبية هنا في فرنسا متفرقة ومتعددة وشعبة، وليس هناك تمثيلية لأي جالية، ويمكن أن نتحدث عن بعض الجمعيات المدنية أو المجتمع المدني التي تنشط في الجاليات، وهذه الجمعيات يمكن للدولة أن تتصل بها وتتعامل معها إلى ذلك. لكن مشكل ماكرون الآن هو أنه داخل البرلمان الفرنسي ليس له أغلبية، وبالتالي هو مرهون أو رهين لتصويت اليمين واليمين المتطرف على مشروعاته، وخاصة منها مشروع التقاعد الذي سيأتي في السنة المقبلة. وبالتالي أن نقول بأن الحكومة الفرنسية تغازل اليمين المتطرف، وهذا رأيناه من خلال مواقف. سيد مرابط، أنا كان هذا سؤالي لك عندما قلت أنك تنتمي إلى التيار السياسي الذي دشنه الرئيس إيمانويل ماكرون الجمهورية إلى الأمام ومن ثم النهضة. هذا مشروع كان يقوم بالدرجة الأولى أصلا على مناوءة أقصى اليمين أو اليمين الشعبوي، ما الذي اختلف أو تغير حتى يصبح الرئيس إيمانويل ماكرون مضطرا لمغازلة أقصى اليمين، أو أن يكون المزاج العام أكثر قربا من اليمين المتطرف وإن كان بشكل غير معلن؟ لأن الرئيس ماكرون استطاع وسط اليسار، ووسط اليسار انضموا إلى حزب الجمهورية إلى الأمام وثم النهضة الآن، وبالتالي ثم هناك إذا حزب فرنسا الأبية وهو حزب راديكالي متشدد، وبالتالي لا يمكن له أن يطمع في ناخبيه. لكن من ناحية يمين فهو يرى أن هناك توجها عاما في أوروبا إلى توجه عام سياسي هو قوة اليمين المتطرف. لاحظنا هذا في ألمانيا، لاحظنا هذا
في وهذا سيكون قدرا محتوما يعني على أوروبا أن تتهيأ لأن تكون الأعوام المقبلة هي أعوام اليمين الشعبوي. بالضبط، وهذا ما نراه في هنغاريا. ثم نعرف بأن الحزب يعني الحرب الأوكرانية الروسية التي كان من الممكن أن تخفف هذا التوجه اليميني لم تفعل، بالعكس حدث العكس. ونلاحظ بأن يعني حتى تصريحات بعض زعماء الأحزاب السياسية الفرنسية المتشددين يمينيا الآن يتحدثون عن روسيا ويدفعون بالصلح مع روسيا إلى غير ذلك. إذن الموضوع متشعب جدا، لكن عموما أنا أقطن في فرنسا منذ أكثر من 32 سنة، ولم تكن فرنسا ولا أوروبا بهذه اليمينية التي توجد الآن. نعم سيد عمر، في هذه الجزئية وعلى ذكر ما يعني ذكره أحمد منذ قليل، مسألة التوجه إلى اليمينية أوروبيا إذا كانت مسألة محتومة، فهناك يعني توجه مختلف في فرنسا كان هذا واضحا في كل القضايا اللي بتختلف فيها دول الاتحاد الأوروبي وفي حلها وفي النظرة إليها من حكومة يمينية إلى حكومة أخرى. فلماذا في هذا الحادث تحديدا نتحدث عن استرضاء لليمينيين عفوا؟ هو الاسترضاء كان من قبل، يعني أنا أعتقد بأن حكومة الرئيس ماكرون هي حكومة وسط، حكومة، لكن الذي يمثل شقها اليميني المتشدد هو وزير الداخلية، وهذا يعني منذ الأزل، منذ دائما وزير الداخلية يكون أكثر يمينية، ووزير الاقتصاد يكون أكثر انفتاحا وليبراليا إلى ذلك. هذه اختيارات سياسية معروفة داخل المجتمع الليبرالي الأوروبي. لكن الآن الخطأ هو ما وقع، وأنه كان أظن أنه الحكومة تفاجأت بهذه المظاهرات فعلا، لأن لم تكن تعتقد بأنه ستكون هناك مظاهرات، لكن هذه المظاهرات يجب بالعكس سيكون لها رد فعل. نعم، وحضرتك تتحدث الآن نشاهد هذه الصورة سيد عمر لتصاعد حدة الاشتباكات، هذا منذ قليل، وكان يبدو أن هناك أيضا اعتداء على بعض الكاميرات والصحفيين والذين يقوموا بتغطية هذه الأحداث، وتحاول الشرطة التعامل مع هذه الاشتباكات من خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع. نحن نشكر السيد عمر مرابط على حال نائب عمدة إحدى البلدات القريبة أو المحيطة بالعاصمة باريس، نشكره شكرا جزيلا.